الأقمار نروح الصناعي لموضوع برضو تاني. حاجة مهمة. ايه ايه الأقمار الصناعية؟ أعتقد حاجة طبعا مهمة. اكيد، الاقمار الصناعيه كشفت عن اتساع ثقب الاوزون فوق القاره القطبيه الجنوبيه. الاتساع ده هيصبح 3 أضعاف مساحه دوله البرازيل، وتم تصنيفه كاحد اكبر الثقوب المسجله لحد دلوقتي. يمكن احنا بنسمع من زمان عن موضوع ثقب الاوزون ده يا احمد. صحيح، وكان دايما يقول لك سبب الحراره الشديده اللي موجوده ثقب الاوزون ان هو بدا يتسع، او بقى في عندنا ثقب الاوزون اللي بالمناسبه كنا بنقول اللي هو بدا يلتئم فتره الكورونا كورونا لما كان صحيح. العالم كله متوقف. لكن الكلام اللي انت بتقوليه ده مهم، الخبراء كانوا بيقولوا عليه بقى، او رد الخبراء عليه ايه؟ هو ده اللي هنعرفه، لان الخبراء والعلماء والمتخصصين في الشان ده بيقولوا ان من اسباب يعني كتيره لهذا التضخم اللي ممكن بسببه يحصل تداعيات كتيره. الحكايه بالظبط لازم نعرفها من المتخصصين، وده اللي هنعرفه من الدكتور علاء سرحان، استاذ اقتصاديات البيئه، اللي موجود معانا عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور. طبعا نور يا فندم، اهلا وسهلا استاذ احمد. يعني ايه اسباب دكتور في البدايه كده اتساع ثقب الاوزون بالشكل ده، بعد ما كنا بنبشر الناس اللي هو ابتدى يلتئم بسبب كورونا وتوقف يعني كبرى المصانع اللي فيها عوادم كتير عن العمل؟ الحقيقه يا فندم كلام حضرتك مظبوط تماما. هو في الفتره اللي فاتت وخاصه اثناء جائحة وباء الكورونا كان طبعا واضح ان العالم كله، مش بس في موضوع ثقب الاوزون ولكن ايضا في الكثير من الملوثات الهوائيه، انها طبعا بسبب ان الانشطه الانسانيه والانشطه الاقتصاديه في العالم يعني انخفضت تماما، والانبعاثات معها انخفضت ايضا، بما فيها المركبات الكيميائيه المصنعه اللي هي زي الهيلونز والكلوروفلوروكاربونز اللي هي اساسا مسؤوله عن استنفاذ طبقه الاوزون. على فكره فندم، عفوا، هو احنا بنطلق عليها في الادبيات وفي المراجع هو موضوع ثقب الاوزون، لكن هو الحقيقه استنفاذ لطبقه الاوزون. يعني هي طبقه الاوزون بتبقى مستنفذه، ف يعني اطلق عليها مجازا ان هناك ثقب، ولكن هي استنفاذ، هي طبقه، ولكن لما بتخف في منطقه معينه بنقول عليها ثقب الاوزون على سبيل يعني التعبير المشابه للتوضيح لي يعني. انه للتوضيح. ايه اللي حصل بقى حضرتك في الفتره اللي فاتت دي؟ زي ما الاستاذه جمان او حضرتك تفضلتوا، هو الحقيقه ان لاحظوا احد الاقمار الصناعيه الخاصه برصد الظواهر البيئيه قدرت ان هي تكتشف ان هناك استنفاذ كبير في طبقه الاوزون فوق القطب الجنوبي، او يعني ما يعرف به الجزء الجنوبي من العالم. نعم. ودي طبعا حاولوا ان هم يعني يعرفوا ايه اللي حصل او حصل كده ليه، وعشان نتعلم وناخد دروس ونشوف صحيح. يعني الامور راحت غلط ازاي ونقدر نصححها ازاي. هو الحقيقه حضرتك في بعض الاوقات في العالم طبقه الاوزون بتقل فيها، وبعد كده بتبتدي تزيد ترجع الى الوضع الطبيعي بتاعها على تقريبا شهر ديسمبر. فهو المفروض ان الايام دي تكون بتستنفذ بسبب التغيرات في درجات الحراره، فدي المفروض انها ظاهره طبيعيه. ولكن الظاهره اللي مش طبيعيه هو ان حجم طبقه الاوزون اللي هو زي ما يطلق عليه ثقب الاوزون في الجزء الجنوبي من الكره الارضيه كان تقريبا قد زي ما حضرتك تفضلت يا استاذه جمانه 3 مرات قد حجم دوله البرازيل. دي طبعا يعني مساحه كبيره جدا. طيب ايه اللي حصل؟ هم طبعا العلماء بيحاولوا ان هم يلاقوا يعني سبب قهري او مش قهري، يعني سبب كبير قوي ان هو ادى الى هذه الظاهره. الحقيقه طبعا لما جم يعملوا عمليه يعني ربط ما بين الملوثات اللي بتطلع وكميه المركبات الكيميائيه المسؤوله عن كده في هذه الفتره، لقوا ان لا، ما فيش حاجه زادت قوي بهذا الحد اللي يعني تستدعي ان تستنفذ طبقه الاوزون بهذه الحده وهذا الشكل. فقالوا الحاجه اللي يقدروا يربطوها تقريبا مباشرة إن كان ليس هناك أدلة علمية دامغة هي أن هناك بركان. البركان ده في منطقة الباسيفيك أو المحيط الباسيفيكي في على وجه الحدود التخصيص، يعني في منطقة تونجا، دولة تونجا بيسموه هونجو تونجا. وده حضرتك كان في ديسمبر 22، يعني حوالي أكثر من سنة أو تقريبا سنة.
ولما حصل له الإيرابشن بتاعه أو حصل الانفجار بتاع هذا البركان، طلع الكثير من بخار المياه الووتر فيبور إلى طبقات الغلاف الجوي العليا اللي هي الاستراتوسفير، طبقة الاستراتوسفير تقريبا من 12 إلى 15 كيلو فوق مستوى سطح البحر. وهو بيقول إن قد يكون بسبب الكميات الكثيرة جدا من بخار المياه اللي موجود بسبب انفجار هذا البركان، إن ده يكون أثر على طبقة الأوزون، وإن هو ده أدى إلى ما نحن فيه الآن. ولكن كحاجة قاطعة دامغة على أساس إن لماذا حدث هذه الظاهرة في هذا الوقت بالذات، للأسف ما فيش، يعني اللي موجود عندنا حاليا هو طيب دكتور، قد يعني يعزى اعذرني إلى للمقاطعه لانه للاسف احنا خلاص الموجز يعني يقترب، لكن فكره انه اتساع الثقب يعني زي ما حضرتك قلت، او حتى زياده مساحه التاكل طبقه الاوزون ده، هل انه الثقب اتسع او اكتر من الظاهره الطبيعيه، هل ده هيفرق في وقت التئامه؟ حضرتك قلت على ديسمبر المفروض ان هو يرجع تاني. المفروض يا فندم، هو لو احنا ماشيين على الظواهر الطبيعيه ان الاستنفاذ بتاع او التخفيف من هذه الطبقه بترجع في وقتها في ديسمبر، اللي هيحصل حضرتك دلوقتي ان هيتم رصد ومراقبه جامد جدا علشان خاطر يشوفوا هل هتلتئم هذه المنطقة بالكامل على شهر ديسمبر، أم أن هناك لابد من اتخاذ إجراءات إضافية عشان خاطر ترجع إلى سابقتها ويبقى دي مفيش أضرار يعني على نحن أمام المحيطات. الرصد والمتابعة عشان نعرف هل الأمور هتبقى على ما يرام وهيرجع الوضع كما هو عليه في ديسمبر ولا لأ. ده أعتقد دور حضراتكم، ويا رب تبشرونا كده بالخير خلال الأيام القادمة. بنشكر حضرتك على أي حال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة.